فعلا الأطفال في جو صده المرح على صدى أنغام فرقة الأطفال لبارود الأخوات صعدوا إلى عرج أرسل التالي. هذا كرنفال يأتي انطلاق للاحتفالات اليوم العالمي للطفولة، وكان حدثا شق المدينة وصنع الحدث، الطفل صنع الحدث، وكان شعاره مع الخضراء بمناسبة التأهل الثاني المتتالي للفريق الوطني. أتمنى لكل الأطفال عيد سعيد. هذا عيدنا ورانا فرحانين به. شعوري في هذا الكرنفال كنت فرحة جدا. وبهذا مشاهدينا نصل إلى ختام النشرة المحلية، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة في مانيلا. بعد استقلالها وجهت الجزائر واقتصادها إلى قطاع البترول.